اتهام مباشر لحزب الله اللبناني بدعم ميليشيا الحوثي. يقول التحالف العربي إن لديه أدلة تثبت تورط حزب الله في تدريب عناصر الحوثي، ولم يكشف التحالف عن طبيعة الأدلة، لكنه صرح خلال مؤتمر صحفي إنه اكتشف وجود خبراء أجانب في أحد الكهوف السرية في جبل مران بصعدة. وبحسب الناطق الرسمي للتحالف تركي المالكي، فإن هؤلاء الخبراء يقومون بتدريب ميليشيا الحوثي على أنظمة القيادة والسيطرة. هناك بعض الأدلة والتي لأمن العمليات لن نعرضها لكم، ولكن تثبت وجود الخبراء الأجانب في أحد الكهوف في جبل مران وتشغيلهم وتدريبهم للميليشيات الحوثية في استخدام هذه المواقع، وكذلك تدريبهم على مركز القيادة والسيطرة للتواصل مع العناصر الموجودة في المقدمة. ليس هذا أول اتهام لإيران وحزب الله بدعم ميليشيا الحوثي، فقد توالت الاتهامات بعد نجاح الحوثي بإطلاق صواريخ باليستية على مدن في السعودية وعلى سفن في البحر الأحمر. لكن التحالف وفق ناطقه الرسمي أكد أن المنظومة الصاروخية التي في حوزة الحوثي تشبه المنظومة التي يمتلكها حزب الله اللبناني، مما يعني أن الداعم واحد هو إيران. هذه المنظومة هي كالمنظومة التي تم تزويد حزب الله اللبناني الإرهابي فيها، هي امتداد لتزويد الميليشيات الحوثية وكذلك الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون بقدرات نوعية كالصواريخ البالستية وكذلك اتصالات وتقنيات متقدمة. يمتلك الحوثي منظومة اتصالات صواريخ متطورة بتقنيات متقدمة يستخدمها بمساعدة من حزب الله، يقول التحالف الذي أكد أن غاراته الجوية استطاعت السبت الماضي تدمير تلك المنظومة بعد تحديد مواقع السيطرة والقيادة. ونجح التحالف في تدمير 5 مواقع في مران ورازحة والنوعة. بحسب التحالف فإن 158 صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على مدن وأماكن رسمية في السعودية. وبنظر مراقبين فإن عدم حسم السعودية للمعركة في الحديدة سيجعل من تلك الصواريخ ورقة تهديد حوثية مستمرة لأمن واستقرار السعودية.